اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامجكم، البرنامج المنوع المحبوب، برنامج العائله العراقيه، برنامج فكر واربح، ومن منطقه الاسكان في بغداد الحبيبه شاهدونا. واحد اثنين ثلاث دقيقه، واحد اثنين ثلاث ابدا. هو دائما يزاغ. ها؟ اذا المشاهدين الكرام، مبروش لابو عايد الكارت وتهانينا. ليش افيد العين؟ لا بد تهانينا. تهانينا ابو عايد، ابدا. مبروك لك كاشي. نعم، وقع الكارت. ايه، الما نكتب الما نقرا والما نشكي هموم قلبي، من تصير ايامي مره، انت ماخذ كل شي مني وعايش بنص قلبي جمره، يا غرامي وعز شبابي، يا أحن وأحلى ذكرى، شنسى منك وانت عمري، وهو منه ينسى عمره، اسمك بقلبه كتبته، اسمك بقلبه كتبته، وعلى زندي دقيته ببره. بدينا من البداية وذولا احنا. لا تقلت لي، راح اقرأ، ما تقرالي لعب. اقرأك يعني قصيدة؟ ايه؟ قصيدة شو اقرأك يا هذا مولت الطموح؟ يلا يلا براحتك. اقرأك الشعر. بدينا من البداية وذولا احنا، خدام الحسين بكل مكان احنا نوجدنا، طريقك يا البطل صاير نهجنا، على عناد اللي يحقدون ويفجرون بحبك كثرنا، ويظل اسمك يا ابو اليمة دربنا، مزجنا دموع همنا ويدهرنا، وصبرنا على النوايب وذولا احنا، تحيتنا لابو اليمة سندنا، نصيح بصوت هذا اسمك علمنا، يرفع العالم بأسره ويلمنا، واحلى يوم باسم حسين آمنا، وطوال الوقت وياكم شعايرنا، ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا، نبقى المدى الحياة نصيح يا حسين بضمايرنا. الله، حلو عمبي، سقفونا السمشتين. مبروش لك كارت لانه غلبتك سيد امير النجفي. اي غلبه، اي باع، ما اقول غلبه، اي غلبه باوع، غلبه. سقفونا السمشتين، مبروش، تهانينا، اذكرني بالقيمة عودين، جيب لي. ها، ما يخالف، ابدع. حلو، يتقدم عباس على واه، لكن مصطفى مصر على الفوز. وعباس انتصر. لا، مصطفى يقاوم بشده، عباس سوف يزحلقه الى الامام. يتقدم عباس بفوز الهدف الاول للفريق العراقي مقابل لا شيء للفريق الفنزويلي، سجله اللاعب عباس من الحله. كل عام وهم بالف خير ان شاء الله، ويجمعنا العراق بخير وسلامة إن شاء الله، يعم السلام بلدنا الحبيب إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. شباب، لو طلبت من عندكم أن تتقاون لعبة المقاواة، من راح يفوز؟ أنت شو تقول؟ كاظم. كاظم البطل طبعا. كاظم البطل إن شاء الله. حلو، أنت سامر شو تقول؟ هو ولا لي نفس الشيء عادي. نفس الشيء، ابدأ. حلو، يتقدم سامر، وكاظم مصر على الفوز. سامر يتقدم. ومن جانب العارض يتقدم كاظم. إذا مبروش الكاظم لك الكارت وتهانينا. سقفونا سمشتين، فازوا وياي لانه غلبهم اربعتهم. هاي سقفونا، ايش بكم؟ سمشتين غلبهم اربعتهم، الصراحه مصرع. ابو جاسم، شعورك شنو انت فزت عليهم اربعتهم؟ والله شعور اعتز به نفسي، يعني انه فزت عليهم ما حد قدر لي. يعني لو شال توثي ايش الشيء يسوي العد؟ لا، كلها تهزم المنطقه، كلها تنهزم. وش هذه كرام؟ ابو جاسم فاز معي بكارت لانه غلبهم اربعتهم. هاي مبروش لك الكارت. نعم الله، رحم الله. فد يوم واحد ايه يخابر صاحبه يسوي له مسكو يطلع له بالباب، فديوم ما عنده رصيد، راح دق الباب ورجع يركض، ما اجى صاحبه، قال لي ليش ما دقيت علي؟ قال له مو دقيت الباب ورجعت. ها. حلو حلو. شوف قاسم تذكر لي وحده بقى، شوف مشاهدي الكرام بقى. ايه، هذا واحد مصلح مو ذكرني بالجرس هذه. ايه، فدزوه على بيت عاطل الجرس مالته. ايه، فرجع لابو المحل قال له ما لقيت احد بالبيت، قال له شو عرفت ماك احد؟ قال له مو دقيت جرس ماك احد. هو الجرس عاطل. حلو، يلا عنده وحده اللغه. المعلمه بصف ابتدائي، اول ابتدائي، سالته قالت له ابن انت مين تجي الكهرباء؟ قالها من احمد ابو المولدات اللي بصفنا. ما قالت له ده. عايز اقدم مهند ومقداد لو بالمرصاد. ابره ابره، خليك تشكي. طيب ابره، لا تخلي جره انت. اقول ليش مستعجل شان؟ عم يسقفون السمشتين. اقول قاسم شلون مستعجل بس يدي وقعه ثاري.
حلو مقداد ومبروش لك الكارت وتهانينا. مشاهدينا الكرام، والتقينا بعائلة كريمة في البرنامج. كريمة الزوجة طبقت العائلة، العائلة متكونة من أبو هالة والأطفال ما شاء الله، الله يخليهم. شلونك أبو هالة؟ الله يخليك. شلون الصحة؟ إن شاء الله زين. أخبارك؟ الحمد لله. بس قولي خو ما مرتاح؟ لا مرتاح. مرتاح إن شاء الله. مرتاح. إن شاء الله دائما مرتاح. الله يخليك. هذا السنفور هشومي مو؟ إيه نعم. شلونك هشومي؟ صورني أبو طويلة. هلا عبالة شو اسمه اخترع من عندي. لا خاف لا تخاف حبيبي، هاي ممة أمية، هاي ممية. اي اضحك دي يطلع عندك مو؟ هاي ممية تشرب ممية. اي شنو؟ هاي ممية. اي حبيبي جاوبني، يقول جواب صندحيح. ابو هالة عندك ثلاث بنات وهذا الولد الله يخليه. اي نعم. ظهر متأخر بالزواج أبو هالة؟ إيه متأخر. متأخر يعني مثلي، شلون السنة ما متزوج لحد الآن؟ لحد الآن؟ لحد الآن. عجيب. إيه والله. جد عمرك وتزوجت أبو هالة؟ كبير 50 عمر وتزوجت. هاي كنت تأسير بإيران من رجعت يلا صارت هاي. نال حكي. الله يسعدك. الله يخليك. عادي يعني إذا واحد يتأخر كذا، هي سنة واحدة الإنسان إذا يعيش بنعيم وبرفاهية عدال 100 سنة. فعلاً. مو صحيح؟ فعلاً صح. فعلاً. أوكي، بما أنه فعلاً خلينا نشوف نتعرف على البنات الحبوبات، شلونك هالة؟ زينة. هالة فاخر؟ هالة صدقي؟ هالة ريحان. زينة؟ أنت بياصف؟ وأنت على الكاميرا؟ ثالث، متوسط؟ لا. إعدادي؟ ابتدائي. حلو. شاطرة ولا مو شاطرة؟ شاطرة. شاطرة، دائماً؟ دائماً. يلا هسه من عندك محفوظة انشودش حافظة. من أنا. من أنت بالله صدق؟ من أنا مخلوقة غريبة صغيرة عجيبة، أعمل باستمراري في الليل والنهار، أعيش في خلايا كثيرة الزوايا، أطير للأجدار الزهر والأثمار، أمتص منها الماء وأجمع الغذاء من عسل مصفى، تأكله فتشفى، فهل عرفت رسمي ومن أنا واسمي؟ من أنا ومن اسمي؟ اسمها هالة مو؟ شلون سالي؟ زينة. شلون صحة؟ انت هاي اللي غنون عليك أغنية شان القلب سالي لو غيرك؟ ها؟ يلا خلينا نشوف سالي ايش راح تغني. يلا سلام. حوات ما كنت أغني. يلا تعي تعي لي جاي تعي شربي شاي يمي. ايه وعلي صوتك يلا. رأيت في الحديقة حمامة رشيقة، منقارها لطيف وريشها نظيف، سمعتها تغني في عشها وتبني، تقول أين أختي وزينتي في البيت، كم جمعت في العش من ورق وقش، وأصبح سعيدة في دارها الجديدة. شكراً عافية. أنت دالية؟ دالية تشبه على الدلوي عيناً يا سبحان الله. يلا دالية يلا غني لي قريني. تعي يمي تعي هنا يمي تعي. ايه يلا حتى طلعين ابو طويل يطلعش مضبوط. اي يا بط يا بط تسبح في الشرق كل سمكة سمكة نيلي عنها وعلى الجرفي خفي خفي خفي. عافية بدالية. سقفوا نفسكم سمجتين قوية. يلا سالي. إذن حلوة مشاركاتهم مشاهدين الكرام. بما أن شاركونا الأطفال الحلوين راح شو نقول؟ نعطيهم هدية متواضعة بسيطة، كارت نقول لك مبروش لك أبو هالة نيابة عن الأطفال. شو تقول قناة أشر وبرنامج فكر واربح؟ تسلم، برنامج لطيف وحلو ونتابع دائما. الله يسلمك. تحياتي لكم وين ما تكونون داخل وخارج العراق. الحلقة شارفت على الانتهاء وإن شاء الله تمتعتوا معي في هذه الحلقة المميزة الجميلة وصورة الحلقة في منطقة الإسكان في بغداد الحبيبة. انتظروني وحلقة أخرى من برنامج فكر وربح ومنطقة أخرى من مناطق بغداد الحبيبة. لا نقول وداعا بل إلى اللقاء. فكر وربح فكر وفرح ويا علي الدلوي، فكر وارباح ويا علي الدلوي، فكر وفرح ويا علي الدلوي، عنده هدايا هواي يهديها لكم من قناة أشهر مليانة فرح فيكم، أسعد أيامك ويا علي الدلوي، أربح هدايا ويا علي الدلوي.
صندحيح.